السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع أبرز ما قالته المواقع الأخبارية اليمنية وأيضا الصحف العربية الصادرة اليوم. بداية من المواقع اليمنية، من موقع يمن مونيتور والذي تحدث عن الحملات التي تستهدف المواطنين وتمنعهم من التنقل داخل وطنهم، وعنون الموقع في هذا الخبر: الحوثيون يواصلون اختطاف المواطنين من طريق البيضاء بتهمة السفر إلى مأرب. في تفاصيل هذا الخبر، تحولت عملية سفر اليمنيين إلى محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء إلى تهمة في قاموس الحوثيين الأمني، بسببها يتم اختطاف المئات من الطرقات وإيداعهم المعتقلات. وطبقا للموقع، فخلال الأشهر الفائتة بات حاجز التفتيش التابع للحوثيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط البلاد والمعروف بنقطة رداع مثلث برمودا بالنسبة للمواطنين القادمين من محافظات تعز وإب والحديدة والذاهبين للبحث عن فرص عمل في محافظة مأرب وحضرموت. قال شهود عيان ليمن مونيتور إن تلك النقطة الأمنية التي يشرف عليها قيادي حوثي يدعى أبو هاشم تحتجز عشرات المواطنين بشكل يومي، والذي يتم الزج بهم في قلعة رداع التاريخية التي حولها الحوثيون إلى معتقل. وأقرت وكالة سبا الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي باعتقال الأجهزة الأمنية التابعة لهم 222 مواطناً، وزعمت أنهم كانوا في طريقهم للالتحاق بمعسكرات تابعة للقوات الحكومية والمقاومة الشعبية المناوئة للجماعة. البداية أيضا، نذهب الآن إلى موقع عدن الغد والذي عنون في صفحته الرئيسية: النازحون في كرش معاناة مستمرة والأمراض تهدد حياتهم. قالت تفاصيل هذا الخبر: يعاني نازحو كرش في منطقة العند أوضاعا معيشية صعبة بسبب ارتفاع إيجار المنازل التي استأجروها في ظل انقطاع مرتباتهم وغياب منظمات الإغاثة وأيضا المساعدات. يضيف أيضا الموقع: يعاني النازحون من انتشار بعض الأمراض الجلدية في أوساطهم لا سيما الأطفال، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وينقل عدن الغد عن الطبيب يسار الصبيحي قوله: تصلنا الكثير من الحالات المرضية والتي تعاني من انتشار الأمراض الجلدية بين أوساط سكان المنطقة وبالذات الأطفال وأيضا النازحين. ودعا الصبيحي الجهات الحكومية إلى القيام بواجبها من خلال توفير حملات ميدانية وأخذ عينات من المرضى ومحاولة إيجاد العلاج الفعال، كما تحدث عن ضرورة توفير حملات رش بالمبيدات للمنطقة للقضاء على الفطريات والحشرات الناقلة كي نستحق تضحياتهم. تحت هذا العنوان كتب جمال أنعم مقاله الذي تحدث فيه عن جراحات المقاومين التي يجب أن تتوقف عن النزيف. يقول الكاتب: أتابع النقاش حول ملف الجرحى وأشعر بالخزي أمام هؤلاء الفرسان النبلاء الكبار المخذولين، وأكثر ما يجرح ويعمق الجرح تحويلهم إلى مادة صراخ وعويل وندب وموضوع إشفاق، بحيث تهزمنا جراحاتهم بأكثر مما أرادوا الانتصار. قدرنا أن نتعامل مع موضوع الجرحى بحساسية عالية وكياسة وحصافة ورخافة وتمجيد، بحيث لا نكرس الشعور بالخسران والندم لديهم، وبحيث لا نخيف المقاومين ونجهض الروح العامة. مهم أن تتشكل أطر رسمية للتعامل مع هذا الملف، ومهم أن تضغط هذه الأطر على أصحاب القرار وتصل إلى أبعد مستوى في تبني هذه القضايا ضمن محيطنا الشقيق المتحالف معنا في هذه المحنة الكبيرة. من العار أن نقاتل عن شرعية لا تقوم بأدنى متطلبات حماية ذاتها ومواطنيها المدافعين عنها كتجلي وجود وبقاء. هذه أولوية وطنية وعسكرية وسياسية واجتماعية نظرا لاتساع الجراحات وتعاظم ضحايا الحرب. كم ستكون تعز وكم سيكون القتيل والجريح وكم سيكون المجتمع المقاوم؟ من الصعب أن يقوم المقاومون بكل الأدوار بحمل السلاح وتضميد الجراح وتوفير الرصاصة واللقمة ثم تقزيم قضيتي الشهيد والجريح، وهما من القضايا المفصلية المتعلقة بجوهر الثورة ونوابضها الأساسية. احتضانهما يجب أن يكون في مستوى الثورة تعظيما وتكريما لا تحجيما وتحطيما، تمجيدا وتقديرا لا توهينا وتحقيرا. تتراجع القضايا الثورية بانحسار الرؤية وضغط الضرورات، ويتم تبخيس الروح الفادية بإسقاط المعنى
من خلال هذه الأداءات الكليلة الترقيعية أو الخطابات المستجدية المسيئة التي لا تحسن حفظ المجد ورعاية العظمة وتقتل المعنى وتعمق جرح القيمة. موقع عدن تايم قال في أحد عناوينه: وزير الثروة السمكية يناشد التحالف البحث عن الصيادين المفقودين. في تفاصيل هذا الخبر، دعا وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين دعا هيئات المصايد وجمعيات العبار والجمعيات السمكية في منطقة البحر العربي المساهمة الفاعلة في البحث عن الصيادين الأربعة المفقودين قبالة سواحل المهرة. وفقا للموقع، فقد ناشد الوزير قوات التحالف العربي في المنطقة وربان السفن للمبادرة بأسرع وقت في البحث عن المفقودين الأربعة. ويتابع عدن تايم المفقودون الأربعة: 5 يمنيين واثنين أفارقة فقدوا بعد حادثة تصادم قاربهم بأحد البواخر المارة على بعد 14 ميل في منطقة شيروين بمحافظة المهرة، وتم إنقاذ 3 صيادين وإيصالهم إلى البر في المهرة. إلى موقع تغنت، جاء فيه بن دغر يغادر عدن إلى الرياض للتشاور مع هادي. في تفاصيل هذا الخبر، غادر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مدينة عدن متوجها إلى الرياض في مهمة عمل لعدة أيام للتشاور مع الرئيس هادي حول بعض الملفات الهامة ومنها مشاورات الكويت. عنوان آخر للموقع: عملية مباغتة للتحالف في قلب صعدة تودي بحياة 7 من الحوثيين بينهم القيادي مفرح العياني، حيث لقي قيادي بارز مقتله إلى جانب 6 من مرافقيه بغارة جوية نفذتها طائرات التحالف العربي بمحافظة صعدة. وقالت مصادر محلية إن غارة استهدفت طقما للقيادي الحوثي مفرح عبدالله العياني بمنطقة مران معقل جماعة الحوثيين وأودت بحياته و6 من مرافقيه. لأجلكم يا جرحى المقاومة في تعز، تحت هذا العنوان كتب وديع العزعزي مقاله المنشور في موقع الوحدوي نت، ويقول الكاتب: إلى من لا يجدون حضنا دافئا يرتمون فيه، ولا صدرا واسعا يلتجئون إليه، ولا قلبا كبيرا يحتمل آلام جراحاتهم، أنتم أسود الدار وأعز الأحرار، أنتم نور الأرض وظلمتها، أنتم الفرسان التي حمت الغالية، وهذا يومكم بل زمنكم، وحقا علينا مؤازرتكم ودعمكم والوقوف إلى جانبكم، ولكم الشكر لما قدمتموه من تضحية ولما صنعتموه من نصر. إلى من لا يجدون من يصغي إلى مشاعرهم غير الدروب الصم والزوايا المظلمة والمنازل المهجورة والمعابر المغلقة، فيبثونها أحزانهم ويؤنسونها بأشجانهم. نتألم من أجلكم أيها الشجعان، وأنتم تعانون الألم حيث أصبحت أجسادكم الطرية دراياً لصد قذائف المعتدين. ما أشد معاناتكم وأنتم تنامون كل ليلة مع جراحكم وتشاهدونها تنزف دماً وتحلمون بقرب العلاج. نتألم من أجلكم كثيراً وأنتم تمضون الليالي الشاتية على ضوء الشموع وتبيتون جياعاً دون أن تجدوا كسرة خبز تسد رمقكم. أيها الأبطال، وإن كانت الجراح قد أبعدت أجسادكم عنا، فقد قربت أرواحكم من قلوبنا وحركت هبات التضامن ووقفات التآزر من كل حدب وصوب، وجعلت الحناجر تصدح بنبل شجاعتكم وتتغنى بآيات استبسالكم، ومن أجلكم امتزجت عبرات الحزن على حياتكم المهددة بالموت، فالموت لم يعد يخيفكم وأنتم تقتلون المرة تلو الأخرى على مذبح الحرية، حتى كسرتم هيبته في النفوس وأحللتم محله الشهادة في سبيل الشرف والقضية والوطن. وبالانتقال إلى موقع الموقع بوست، والذي تابع أحد الموضوعات عنوانا: ناشطون وصحفيون يحملون الحكومة مسؤولية تدهور أوضاع جرحى تعز. يقول الموقع بوست: لاقت حملة جرحى تعز يموتون التي أطلقها ناشطون يمنيون صدى واسع في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع هذه الحملة. ويتابع الموقع بوست: أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية للفت نظر الحكومة الشرعية والتحالف العربي والمنظمات الإنسانية لإنقاذ الجرحى الذين سقطوا في تعز منذ بداية الحرب التي تشنها الميليشيا على المحافظة.
ودعت اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز جميع الصحفيين والناشطين والإعلاميين بصورة خاصة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام إلى التفاعل مع قضية الجرحى في الحملة الإلكترونية، حيث يعاني أكثر من 7000 جريح في تعز من الإهمال والتجاهل من قبل الحكومة الشرعية طيلة الشهور الماضية. موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية: الحوثيون مشاورات الكويت عادت إلى ما وراء نقطة الصفر ولن نقبل بحل يتضمن هذه. في عنوان آخر: الوفد الحكومي يلتقي ولد الشيخ لمناقشة إجراءات انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح. حيث قال الدكتور عبد الله العليمي عضو الوفد الحكومي إنه جرى مناقشة أجندة المشاورات مع الانقلابيين وفي مقدمتها تثبيت اتفاق وقف القتال، أضاف أيضا في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع تويتر: ناقشنا أيضا تفعيل لجان التهدئة المحلية المشرفة على الانسحاب وتسليم السلاح وعودة المؤسسات والإفراج عن المعتقلين والأسرى ورفع الحصار عن المدن وإيجاد ممرات آمنة. وأضاف في تغريدة أخرى: الطريق الوحيد والبوابة الآمنة والوحيدة لإحلال السلام في بلادنا وإنها معاناة شعبنا هي إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه أولاً وقبل أي شيء. إذن مشاهدينا، قبل مطالعة أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. إذن عدنا مجدداً مشاهدينا الكرام، نصاحبكم الآن في جولة لاستعراض أهم ما قالته الصحافة العربية صدر اليوم، بداية من صحيفة الشرق الأوسط. عنونت هذه الصحيفة: الأمم المتحدة تكشف للشرق الأوسط عن ملاحقة المحظورات العسكرية المهربة لليمن. تنقل الصحيفة عن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة وكبير مستشاري المساعدات الإنسانية قوله إنه تم منح 110 سفينة ترخيص مرور إلى اليمن، وذلك بعد التحقق والتثبت بدقة متناهية من الوثائق المتعلقة بها ومن الحمولات والتأكد من هوية ومهن العاملين على متنها. وقال رضوان نويصر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة إن هناك أكثر من 20 مليون يمني في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وقال أن هناك وضع مأساوي وصعب للغاية ومهددا بالمجاعة. ويقول المسؤول الأممي إن هناك حظر على إدخال أي قطعة أو أسلحة عسكرية إلى اليمن في موانئ خارج سيطرة الشرعية حتى لا تزيد من لهيب نار الحرب. وعن مهام لجان التفتيش، قال المسؤول: هناك لجان تم تكوينها بموافقة قوات التحالف والحكومة اليمنية بغرض التدقيق فيها، تجلبه السفن والبواخر من حمولات للتحقق من ضبط أي قطعة أو سلاح يهرب لداخل اليمن عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون وحلفائهم خاصة ميناء الحديدة. ويضيف الأمين: الآن نحن نشدد ونتحقق بدقة من الحمولات في البواخر والسفن التي ترسو هناك، حيث نطلع قوات التحالف أولا بأول بمحتوياتها ومن ثم استخراج الرخصة من هذه اللجنة المختصة. نقلت صحيفة القدس العربي عن الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي قال: المؤشرات الأولية للجولة الحالية لمباحثات السلام في الكويت ورفض وفد الانقلابيين لكافة النقاط المتفق عليها بين الوفد الحكومي والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لا تنبئ بأنها ستتمخذ عن أي شيء مهم يصب في خانة إحلال السلام في اليمن. وأفاد بادي أن الحكومة بدأت من الآن العمل على ترتيب أوضاع ما بعد الجولة الراهنة للمباحثات سواء خرجت بنتائج سلبية أو إيجابية. وعن زيارة رئيس الحكومة إلى الرياض، قال الناطق الرسمي إنها جاءت لمناقشة قضايا هامة في إطار تثبيت النظام واستعادة مقدرات الدولة من الانقلابيين ودراسة تطورات ما بعد مباحثات السلام الراهنة في الكويت، في إشارة إلى احتمال اتخاذ قرار بالتحول نحو الحسم العسكري. صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن مصادر في الوفد الحكومي أن ولد الشيخ التقى أعضاء الوفد وتركز النقاش معه حول تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية وتفعيل لجان التهدئة المحلية والانسحاب وتسليم السلاح وعودة المؤسسات مع الإفراج عن المعتقلين والأسرى ورفع الحصار عن المدن وإيجاد ممرات آمنة.
قال عبد الله العليمي أيضا رئيس الفريق الاستشاري بالوفد الحكومي، قال إن الطريق الوحيد والبوابة الآمنة والوحيدة لإحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة شعبه هي في إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه قبل أي شيء. كما تنقل الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها بأن مقاتلات التحالف العربي دمرت دبابات ومخزن سلاح تابع للحوثيين واستهدفت مراكز تجمعات لهم ومركز قيادة في جبهة حرض بمحافظة حجة الحدودية في ظل قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الميليشيا وقوات الجيش الوطني. وأضافت أن الغارات طالت مواقع المتمردين وآلياتهم في مديرية المصلوب في محافظة الجوف وسط معارك بين ميليشيا الحوثيين والقوات الحكومية. المألوف والعارض في حل أزمات اليمن السياسية. تحت هذا العنوان كتب علي الذهب مقاله في العربي الجديد، ويقول الكاتب: آخر محطات السجال بين خياري القوة والسلام في ظروف الاستيلاء على السلطة في اليمن انقلاب سبتمبر أيلول 2014 الذي نفذه الحوثيون بالدبلوماسية المخاتلة والتقدم العسكري التدريجي على الأرض، ثم توجوا ذلك بما عرف باتفاق السلم والشراكة الذي أشرف عليه مبعوث الأمم المتحدة السابق لحل الأزمة السياسية في اليمن جمال بن عمر، لكن الوثيقة لم تكن سوى أحد نظائر حصان طروادة للاستفراد بالسلطة، وهو ما تحقق في تثبيت دعائم الانقلاب بالتوسع القسري للحوثيين في أغلب المحافظات، ثم فرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي في صنعاء حتى أواخر فبراير شباط 2015 والوصول بالبلاد إلى ما هي عليه الآن من الانقسام والصراع على السلطة. حتى الآن ما يزال كلا الطرفين يستمسكان بخيار القوة، لكن مؤهلات الحسم تتجمع بيد الجيش الوطني ومعه التحالف. أما إنهاء الأزمة إجمالا فمرهون بظروف كل طرف منهما التي تتباين بصورة واضحة كما وكيفا على مستوى الداخل والخارج وفي مستوى الإدارة الذكية للقوى والوسائل وفي المفاوضات التي يأمل فيها طرف الانقلاب تبدلها لمصلحته في حالة استطالة أمدها بناء على حسابات مشابهة للمفاوضات السورية، مع سعيه إلى بلوغ عتبة انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة التي قد تضع المنطقة في أفق جديد يكون فيه تحالف الانقلاب في حال أحسن مما هو فيه اليوم، فضلا عن توقعاته الأخرى بتحولات إقليمية قد تحدث قريبا بحيث ينهار معها تحالف الرئيس هادي ومؤيديه من الداخل والخارج، فيسهل الانقضاض عليه بالقوة أو بأي شكل من أشكال سلام الاستسلام. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت: ميليشيا الانقلاب تجند أكثر من 900 طفل في محافظة حجة. نقلت الصحيفة عن تقرير حقوقي لإئتلاف المنظمات الإنسانية والحقوقية أن ميليشيا الحوثي والمخلوع جندت أكثر من 900 طفل من محافظة حجة وزجت بهم في جبهات القتال لترتكب بذلك جرائم بشعة بحق الطفولة في المحافظة. وأضاف التقرير أن عمليات تجنيد الأطفال والدفع بهم نحو القتال مستمرة منذ ما يقارب العام ونصف العام، والائتلاف الحقوقي تمكن من رصد 900 طفل تم تجنيدهم في حين أن العدد أكبر بكثير. التقرير أكد أيضا أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 2558 انتهاكا بحق الأطفال في حجة وحدها، تنوعت بين القتل والتعذيب والاختطاف والحرمان من التعليم وأيضا التجنيد. مشاورات السلام اليمنية في الكويت حول هذا الموضوع عنونت صحيفة البيان الإماراتية: جهود دولية لمنع انهيار مشاورات السلام اليمنية. في تفاصيل هذا الخبر تقول الصحيفة: دخلت الدول 18 الراعية للتسوية في اليمن لإنقاذ محادثات السلام الجارية في الكويت من الانهيار بعد تراجع الانقلابيين عن التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والالتزام بمرجعيات الحوار. وذكرت مصادر سياسية رفيعة للبيان، ذكرت أن ولد الشيخ أحمد التقى بسفراء مجموعة الدول 18 الراعية لاتفاق التسوية في اليمن، ومن المتوقع أن يتوجه إلى الرياض للقاء بالرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل البحث عن اختراق يساعد في إنجاح المحادثات. وبحسب المصادر فقد التقى ولد الشيخ أحمد بفريق المفاوضين عن الجانب الحكومي وناقش معهم سبل تثبيت وقف إطلاق النار، كما سيعقد لقاءات مع فريقي الانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح ومع اللجنة المكلفة بملف السجناء والأسرى بما يساهم في بناء الثقة بين الطرفين.
بالانتقال إلى صحيفة العربية الجديد، هذه الصحيفة تابعت وضع التعليم حاليا في اليمن وعنونت التعليم في اليمن بين الحرب والجهل. تقول العربية الجديد: منذ أبريل الماضي لم يعد في وسع أكثر من 54 ألف طفل التوجه إلى مدارسهم، بينما لم يجد نحو 6 ملايين آخرين مدارس يذهبون إليها حسب تصريح للحكومة، الأمر الذي يعد منافيا لإحدى خلاصات الحوار الوطني التي تشدد على ضرورة النهوض بالعملية التربوية والتعليمية. وتتابع الصحيفة: على الرغم من أن الأنظمة التعليمية في اليمن نشأت في ستينيات القرن الماضي ويتم الإشراف على العملية التعليمية عن طريق 3 وزارات، فإن واقع التعليم في اليمن سيء، حيث تبلغ نسبة الأمية القرائية نحو 70% في الأرياف وتصل إلى 38% في المدن. النازحون العرب، تحت هذا العنوان كتب إلياس صحاب مقاله المنشور في صحيفة الخليج، ويقول الكاتب: فيما سارت معظم دول الأرض بعد انقشاع غبار الحرب العالمية الثانية في منتصف الأربعينيات من القرن المنصرم في طريق حصولها على استقلالها ونموها البشري ضمن إطار وحدتها الوطنية، خاصة في قارتي إفريقيا وآسيا، ابتلي العالم العربي منذ ذلك الوقت بعدد متلاحق من الأزمات السياسية الكبرى التي أدت إلى حدوث موجات من نزوح ملايين العرب عن وطنهم الأصلي في مسار أصبح في مطلع القرن الجديد بالذات يشكل نتاجاً شيطانياً لعملية لعبة الأمم التي تعيد خلالها الدول الكبرى والقوى السياسية الكبرى العبث بتماسك الوحدات السياسية في محاولة لإعادة رسم خرائط جديدة لهذه الوحدات السياسية تنسف وضعها الجغرافي والسياسي والسكاني إلى حالة أصبح عدد لا بأس به من الأقطار العربية يتخصص بها مؤخراً. إنها موجات متتالية للنزوح العربي المعاصر من فلسطين والعراق وسوريا في لعبة قذرة من ألعاب الأمم الكبرى تطلق موجة من النازحين تفرغ منها الأوطان الأصلية من سكانها الأصليين وتعمد إلى تجنيسهم في بلدان الشتات بدل وقف عمليات التخريب السياسي وإعادتهم إلى أوطانهم الأصلية. مشاهدينا، نشاهد الآن سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية، وختاما هذه تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله.